السلام عليكم متابعي قناة سرغيني عادل، كيف حالكم وأحوالكم مع هذا الوباء الجائر؟ نتمنى من الله عز وجل أن يذهبه عنا ويحفظ كل إنسان في هذه الكرة الأرضية، ويحفظكم ويحفظ كل عزيز عليكم، والحمد لله على كل حال. كما تعلمون أن وزارة الداخلية بدأت بتطبيق رفع الحجر الصحي التدريجي بالنسبة للأشخاص الضروري خروجهم من البيت، وأنا بدوري كمهني سائق سيارة أجرة من الصنف الأول توكلت على الله، ورجائي فيه أن يحفظنا من هذا الوباء الجائر ويذهب عن بلادنا وسائر البلدان. ومع هذا الرفع التدريجي فالأمور حتى الساعة لا زالت غير مستقرة، وكما تعلمون فنحن سائقو سيارة الأجرة لم نخرج إلا لحالة الضرورة القصوى للبحث عن لقمة العيش، ولكن مع هذا الوباء كل شيء أصبح صعب وتغير الكثير من الأمور كما تشاهدون. تبارك الله والحمد لله، أسطول سيارات الأجرة الصنف الأول ننتظر أدوارنا بالساعات لكي نقل الزبائن، مع العلم أننا لا نتجاوز 3 أشخاص في الرحلة ذهابا، فالحمد لله والشكر لله. شكرا لكم متابعي قناة السرغيني عادل.